يقول السائل: ما مدى صحة دعاء السوق؟ نعم، دعاء السوق صحيح أن الإنسان إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة يقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أجهل أو يجهل علي، يدعو بهذا الدعاء إذا خرج إلى السوق. نعم، ويدعو بغيره مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.